احنا اليوم جينا باش نحتفلوا مع الساكنه ديال جهه الداخله والذهب بالانتصار اللي حقه المغرب على مستوى الاتحاد الاوروبي وعلى المستوى الامريكي خلال اسبوعين متتاليين. شفنا انتصار الاول هو المصادقه من طرف البرلمان الاوروبي على اتفاقيه الصيد البحري، ثم اتفاقيه الفلاحه، ثم المصادقه على الميزانيه المخصصه للمغرب من قبل الكونغرس الامريكي وموافقه السيد الرئيس الولايات المتحده الامريكيه واللي كيدخلوا فيها الصحراء لاول مره. وهذا انتصار كبير كبير اللي كيعرفوا المغرب، وضربه قويه للخصوم الوحده الترابيه ديالنا. وهنا ما غنزيدوش على بعضنا كمغاربه، من يدافع احسن عن القضيه الوطنيه، كل واحد فينا كيدافع عن القضيه الوطنيه من موقعه، لكن المجهود الجبار اللي كان خلال السنوات الاخيره من اوراش التنميه التي اطلقها جلاله الملك لا في العيون ولا في قلميم ولا في الداخله كجهات، كذلك المشروع اللي اشتغل عليه السيد الرئيس عزيزه خنوش في الفلاحه، وهنا غنتكلم عن الفلاحه التضامنيه واللي استفدوا منها مجموعه من الشباب ديال المنطقه، وما كان حتى شي واحد كيصدق ان دوك الشباب غادي ينجحوا، ونجحوا فعلا. والمكان الوفد الاوروبي يزور المنطقه وقف بالملموس وشاف بانه ممكن ان تتحول المنطقه انطلاقا من هذا المشروع النموذجي. وكما جات في الكلمه ديال السي حرمه الله، مطلب وجواب السيد الرئيس اؤكده كذلك من موقعي انه سنشتغل مع هاد الشباب، مع هاد الشابات، مع الساكنه، باش يكون واحد التوزيع عادل للثروات